معي عبر الهاتف المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك مهندسة انتصار في نشرة الثالثة، ولو تحدثينا بداية عن هذه المبادرة بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية التي أطلقتموها في إدارة حماية المستهلك. نعم، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في شهر ديسمبر 2023 المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري، تزامنت طبعا مع موسم أعياد البحرين. والمبادرة الوطنية طبعا جاءت من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على إشراك القطاع التجاري في احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني المجيد للعام 2023، خصوصا وأن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لها دور رقابي في إصدار تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية بعد استيفاء القطاع التجاري للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. عندما نتحدث عن إعفاء رسوم الحملات، هل ينعكس ذلك بالضرورة على مدة هذه الحملات الترويجية؟ هل ينعكس على السلع التي تستهدفها هذه الحملات؟ وماذا حققتم من وراء هذه الحملة؟ نعم طبعا، إدارة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة تعمل على أن هي تدرس طلبات الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وتتحقق طبعا من مصداقية العروض الترويجية والتخفيضات اللي طبعا يطلع القطاع التجاري أنه يطلقها في المحلات التجارية. نعم طبعا لله الحمد، يعني هذه المبادرة الوطنية لوزارة الصناعة والتجارة شهدت إقبال كبير في القطاع التجاري من قبل القطاع التجاري من اليوم الأول اللي تم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وبلغ طبعا عدد المستفيدين من المبادرة 1122 منشأة تجارية. كان طبعا لهذه المبادرة الوطنية دور وأثر كبير في تعزيز حركة مرتادي المحلات التجارية بالأسواق المحلية والمجمعات على حد سواء من قبل المستهلكين اللي كانوا مواطنين ومقيمين وزوار لمملكة البحرين خلال موسم أعياد البحرين. طبعا لا شك هذه الحركة التجارية لها انعكاسات تسهم بشكل مباشر وغير مباشر على تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والتجاري، واللي يصب في صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى رفض عجلة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الغالية. المهندسة انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا لك.